الدرس الأول، هذا الدرس فينا نعتبره مقدمة، هو غير موجود بالمنهج، ولكنه بيعرفنا على الأدوات الكهربائية اللي نحن بدنا نستعملها بخلال هالأربع أو خمس دروس. Electrical Components، الأدوات الكهربائية، دايما عندهم two terminals. two terminals كلمة مهمة لحتى نميز بين الأدوات الكهربائية والأدوات الإلكترونية. وتو تيرمينالز يعني مثل انسان عنده ايدتين، بس هول التيرمينالز هن مش مثل بعض، وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف. وهذا المفهوم حنستعمله لاحقا لحتى نميز بين البارالل والسيريس. طب الالكتريكال كومبوننتس بينقسموا لاربع مجموعات. اول مجموعه هي الجنريتور، جنريتورز يعني مولدات، يعني الادوات الكهربائيه اللي بتعطيني كهرباء، مثلا مولد الكهرباء سواء تبع الدولة تبع الاشتراك، أو سواء البطارية العادية اللي بنحطها مثلا بالريموت كنترول. هذه فينا نعتبرها مولد للطاقة الكهربائية، يعني مثلا البطارية بتاخد طاقة كيميائية، اللي هي هيدي مثلا بتاخد طاقة كيميائية وبتحولها لطاقة كهربائية. الجنريتورز بينقسموا لنوعين، alternating current ولا direct current. alternating current يعني بيعطوني طاقة كهربائية مترددة، يعني منا ثابتة قيمتها عبر الوقت، وبينرمز لهم بهالشي يا اما جي يا اما رمز الويف. تاني نوع هو direct current اللي بيعطيني تيار ثابت خلال الوقت، وبعدين هلا حنستفيد فيهم وبنرمز له بهذا الشي. طبعا الطويل هي positive والقصير هي negative terminal. تاني نوع من الأدوات الكهربائية هن الوايرز والسويتشز. حطيتهم مع بعض لأنه السويتش اللي هو الفأس اللي بتضوي أو بتطفي، بتقطع الكهرباء أو بتوصلها. إذا كان open هذا رمزه، إذا كان closed هذا رمزه. لما يكون closed لازم على الأكيد نعرف إنه الكلوزد سويتش هو كأنه واير، هو موصل للكهرباء وبيلعب نفس الدور اللي بيلعبه الواير اللي هو الشريط. تالت نوع هن الريسيفرز. الريسيفرز هن الأدوات اللي بتاخد كهرباء وبتعطيني طاقة أخرى، مثلا اللامب بتاخد طاقة كهربائية وبتعطيني ضوء، بنرمز لها بالإكس بقلب دوارة أو بقل. وطبعا دايما عندي تو تيرمينالز. في عندي الموتورز، وفي كتير عالم بيقولوا عن المولد الكهربائي اللي هو بيعطيني alternating current بيسموه موتور. لا، الموتور هو اللي بيستهلك الكهرباء بيعطيني حركة، بينما هداك اسمه الجنريتور. بيرجع عندي الريزيستورز. الريزيستورز هيدا رمزون او هيدا، او حتى بالشهادة بيحطوه R بقلب مستطيل. ودايما كمان عندي تو تيرمينالز. الريزيستور بحول الطاقة الكهربائية الى حرارة، الموتور بحول الطاقة الكهربائية لحركة، واللام بتحول الطاقة الكهربائية لإضاءة. رابع نوع هن الميجرينج كومبوننتس. الميجرينج كومبوننتس يا اما عندي فولت ميتر بقيس للفي الفولتج يعني، وهذا رمزه، يا اما عندي ام ميتر ورمزه A وبقيس للكرنت يلي هو I، هذا رمزه كمان، يا اما عندي شيء اسمه مالتي ميتر، وهذا المالتي ميتر بقيس الشغلتين بنفس الوقت حسب انا كيف وصلته وحسب انا شو منقي. هذا على فكرة مالتي ميتر، هذا المالتي ميتر حتى ما بيقيس بس الفولتج، بيقيس الكرنت، حتى ممكن يقيس الحرارة إذا بدنا حسب نحن وين حطينا البوزيتيف. عنا هون الكم، هيدا الكم تيرمينال، هذا مشترك مع الكل. إذا حطيناه هون بنكون عم نقيس الآي يعني الكرنت، وإذا حطينا البوزيتيف حطيناه هون بنكون عم نقيس الفولتج، وطبعا بنغير بهيدي الساعة من فوق. بيرجع عنا الأوسيوسكوب. الأوسيوسكوب هذا فقط حاليا بيقيس لنا الفي يعني الفولتج. وبالدرس التالي رح نشوف كيف نقدر نوصلهم سواء بارلل أو سيريس، وبدنا نتعرف لاحقا على الفولتج والكرنت. مع الشكر.